ورجعنا مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي انا طلعت الرغيف حطيته هنا فوق الارغفه اللي باقيه زي ما حضراتكم شايفين، بس اهم حاجه لازم يتغطى علشان يفضل طري وتحتفظ بالطراوه بتاعته. نعمل بقى سندوتشات زي ما احنا عاوزين الولاد، زي ما حضراتكم تحبوا، حاجه كده سريعه وجميله وتقدروا تنوعوا في انواع الدقيق الصحيه زي ما انتم عاوزين. طيب هعمل دلوقتي وصفه سريعه، كيك لطيف جدا، كيك في الخلاط. انا عارفه انه الصيف شويه بنميل للمشروبات، وفتره بعد العصر دي للواحد بيبقى عاوز يشرب كوبايه شاي، ياخد جنبها حاجه، او الصبح عايز ياخد قطعه كيك او بسكوت او قرص او اي حاجه من الحاجات اللي احنا متعودين عليها مع الشاي بلبن. انا هعمل كيك في الخلاط سريع وبسيط. خليني اقول مقاديره عشان اصدقاء كتير طالبين عايزين انواع كتير من الكيكس، يعني ايه تكون بسيطه وسهله. طيب عندي 3 كوبايات من الدقيق، عندي معلقه كبيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره بيكربونات الصودا، ومعلقه كبيره من الكاكاو الباودر، 5 بيضات، معلقه كبيره من الفانيليا السايل، لو ما فيش حطوا باكت من الفانيليا لو نوعها كويس، لو هي نوعها خفيف اللي هي فانيليا فيها نسبه سكر هنحط 2. طيب كوبايه ونص من السكر، نقدر نحط كوبايه واحده، السكر ده اختياري، ممكن تبقى كوبايه الا ربع، السكر اختياري، كوبايه زيت، كوبايه لبن، انا هحط كوبايه سكر، معلقه صغيره من الخل الابيض بتخلي الكيك ده هش وجميل جدا. اول حاجه همسك كده بسم الله، هاخد المكونات السائله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط البيض حاجه كده وانا واقفه في 5 دقائق اذا انا حابه اعملها يعني للولاد، وهحط معاهم بسم الله الرحمن الرحيم اللبن، كوبايه اللبن، بسم الله، كوباية الزيت، حاجات سريعة وبسيطة، هاخد كوباية سكر، وهاخد الفانيليا، وهاخد بقى، بصوا بقى المكونات الجافة، أنا كده حطيت السوائل، طيب هاخد ذرة الملح، وهاخد معايا المكونات الجافة فوق بعض، كده اللي هي البيكربونات الصودا، وادي البيكنج باودر، وادي الكاكاو الخام، كاكاو اسباني من عند العطار عادي جدا ما فيهوش اي حاجه. هقلب كده بسم الله الرحمن الرحيم المكونات الجافه مع بعض، تقدروا تنخلوها لو انتوا حابين، وادي ذره الملح. خلاص كده خلصنا المكونات الجافه، والمكونات السائله موجوده عندي في الخلاط، هضربهم مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ممكن تقولوا لي تاني حبايبي، بصوا كده اوكي، طيب خليني اوكي، طيب هنعمل كده، هنقلب تقليبه حلوه، وهاخد كده المقادير اللي هنا بسم الله اللي احنا خلطناها السائله، بسم الله هنضيف على ابسط كيك في الدنيا، سريع وان شاء الله تلاقوه نتيجته جميله، واضربوا في الخلاط قد ما تقدروا لحد ما الخليط ده يدي فوليوم حلو ويبقى جميل مع حضراتكم. طيب هاخد بقى كده واسك صغير بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا ادوب الايه المكونات الجافه مع السائله اللي احنا عملناها. هجهز قالب، القالب ده ممكن يبقى مقاس 26 تبقى كويسه، و24 هتطلع عاليه، او القوالب الخاصه بالكيك اللي حضراتكم شايفين انا هطلع الكيك شكله عامل ازاي. اللي عايز يتقل الكاكاو شويه ويخليها اغمق، اللي عايز يضيف شوكليت شيبس ممكن يحط مثلا معلقتين كبار، ممكن يحط شوكولاته خام متقطعه مكعبات صغيره حوالي مثلا معلقتين برضو تدي طعم وتيست حلو. انا لسه حبايبي بقلب كده بالراحه عشان انا بحافظ برضو على الايه الهواء في الكيك، انا مش عايزاها يعني تخرج منها الهواء قوي، بس اخلط كده ونبدا ايه، عندنا بقى صوص شوكولاته ولا حاجه نقدر نضيفه، نقدر نسيبها كده ساده تتقطع تتحط في علب وبينهم كده فواصل من ورق الزبده يمتص الرطوبه،
واحنا اتفقنا ان الكيك لازم نشغل الايه الفرن قبل ما نبدا في خليط الكيك ده عشان الكيك يبقى مظبوط، الحراره تبقى مظبوطه. طب اللي فرنه حامي قوي حرارته جافه قوي، جيبوا اي كسرول ولا حاجه حطوا فيها ميه سخنه، حطوها في قاع الفرن تطلع بخار فترطب من خليط الكيك ويطلع رطب، يعني ما يطلعش ايه جاف وحتت فيه مش مظبوطه. اهو دلوقتي بقى انا هقلب، هقفل احط كده في القالب، ادي القالب بتاعي شوفوا قالب جميل. دلوقتي حاجات المنزليه كتير حاجات حلوه، بسم الله. نقطه بس من الزيت، اللي عايز يبطن بالدقيق مفيش اي مشكله خالص، هعمل كده بس بالفرشه كده، وبرده لازم في الجزء ده وهنا عشان لو الكيكه عالي اعرف اطلعها في الزوايا بتاعه القالب كلها كده. واسمحوا لي بقى هاخد شويه دقيق بسيطه حطهم في القالب داير ما يدور، و بصوا تعفيره بسيطه جدا اهي، ونبدا نصب خليط الكيك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده، شايفين ازاي كيك بسيط وسهل جدا تعملوه حضراتكم في 5 دقايق. اهو هتاخد في الفرن حوالي مثلا 40 دقيقة ل 45 دقيقة عشان هي عميقة، الصينية دي او القالب ده عميق، فطالما عميق يبقى ايه هياخد تسوية. خبط بس كده لو في هواء وادخلها بقى الفرن، ما افتحش عليها ابدا قبل ما يمر 25 ل 30 دقيقة. هطلع بقى هنا الكفتة واحط الكيك ونقفل. ريحة الكفتة رائعة، التوابل والحاجات الرائعة دي، خليني احطها هنا ممتازة. والكيك المعمول اهو زي ما حضراتكم شايفين رائع ازاي. ممكن نقطع حتة كده صغيرة مثلا، بسم الله اهو. بصوا بقى دي من الطعمة، عملناها جزء ابيض وجزء شوكولاتة مش كلها، فدي برضو من الحاجات اللي ممكن حضراتكم تفصلوا الخليط في جزء صغنن نلونه بالكاكاو ونسيب الباقي ابيض ونطعمه بيها، تبقى جميلة جدا. اتمنى يا رب الوصفة تكون نالت الاعجاب. اسمحوا لنا نطلع لاستراحة ونرجع نستكمل وصفة بسيطة لمحبي المقرمشات او المعجنات الحادقه اللي هي زي البسكوتات المالحه. نشوف كده ممكن نعمل مع بعض وصفه سريعه وبسيطه بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم.